سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد مع طريق وفي القناة ديال اف ال اللي كتبت لكم عروض عقارية مختلفة واللي كتكون حصرية في بعض الأحيان كما هو الحال اليوم، اللي كانت واجد قدام واحد الشقة واحد العقار اللي كيتباع بالكراج ديالو بالمحل التجاري ديالو، ممكن تشري هذا العقار هذا وتكري مثلا هذا المحل التجاري اللي كتشوف فيه دابا ويخلص لك التريطة ديال الدار ديالك بواحد الثمن اللي هو جد منافس. اللي هو سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد في قناتكم ديال اف ال، ومعكم طارق كيما جرات العاده باش نوصف لكم عقار اللي كيكون ديما فيه شي حاجه اللي هي جديده كما هو الحال في العقار ديال اليوم، اللي هو عباره عن شقه بالمحل التجاري ديالها او عباره عن دار دويره ديالك شقه ديالك بالمحل التجاري ديالها اللي هو هذا، اللي ممكن تشريها وتكري هذا المحل التجاري ويخلص لك مثلا التريطه ديالك وانت راك ساكن. إذا نجيو معايا لداخل ندخلو، حنا شفنا دابا المحل التجاري، هاد جوج ديال الشراج اللي كيطلع لنا هنا ديال الشقة ديالك، وأجيو ندخلو باش نكتشفو هاد العقار. إذا مرحبا بكم كاملين، تفضلوا معايا مرحبا. إذا هنا العقار هو هذا، هذا هو الباب ديالو ديال الدخلة، المدخل ديال العقار. راح بوحديتك في الطابق، هانتوما راه محداك حتى شي واحد، ساكن بوحديتك ترونكيل. الشقة هي هادي، الباب ديالها هو هذا، في مساحة إجمالية تقريبا ما بين الكراج وما بين الشقة ديال 100 متر مربع، بثمن ديال 47,470,000 درهم. ماشي غير الشقة، مي الشقة ومعها المحل التجاري ديالها كما شفتوه معايا في المدخل ديال الفيديو. هادي هي الشقة، المدخل ديالها هو هذا. إذا كنتمنينا الإعجاب ديالكم هذا العقار، إذا ما تنسونيش بالضغط على الزر ديال الإعجاب وكذلك الانضمام والاشتراك لهذه القناة هذه اللي كتبت عروض عقارية مختلفة. وتنتم إلا كان عندكم شي عقار وبغيتو تبيعوه ولا تحطوه في البيع فأنا راه الخدمة ديالكم، فما يكفي إلى الاتصال في الرقم ديال 0678-180-150. غادي نوريكم العقار، راه فيه ثلاثة ديال الغرف وصالون ومطبخ اللي هو هذا. بعدا المطبخ عندنا هو هذا، فيه مصاوبين هما بالخشب اللي هو منقوش، وممكن تزيد بوطاجي واحد اخر من هذه الجهه هذه في هذه البليصه اللي كتبان لكم، وممكن تزيد بلاكار هنا الفوق. بريدويات كيهبطوا بالالومنيوم، وفينيسيون في هذا العقار هذا فينيسيون اللي هي نقيه وهي سامبل. كما قلت مساحه اجماليه ديال 100 متر ما بين الكراج وما بين الشقه. فاش كندخلوا من الباب هي هذه، تلقاو الكوزينه ولا المطبخ، وتلقاو هاد الكوان هذا اللي ممكن دير فيه فاسك بحال هاد الشكل هكا كما كيبان لكم في التصويره. لافابو بالمبل ديالو كاين عندنا هنايا تحت الدروج، استغلوها. جي نوريكم شنو كاين هنايا تحت الدروج، داروا فيها بلاصه ديال الطواليت عزكم الله، وتا بلاصه مثلا ممكن دير حتى لا ماشين لافي في هاد البلاصه، ما خلاوهاش ضايعه. ولكن الحمام الاصلي والرئيسي ديال العقار ها غادي نكتشفوه. بالنسبه للصباغه كلها صبغات باللون الابيض، اللون اللي كيعطيك المساحه في العقار، والصالون ديالها اللي هو هذا. حتى العلو فيها العلو كبير، صغير الانسان ممكن يدير تريات ديالو واخا يكونوا هابطين ما ياديوش وما يدروش. ما قلت هذا العقار هذا الثمن ديالو هو 470,000 درهم، شيء اللي ما تلقاهوش. وعقار ما كيتباعش بوحدو، كيتباع بالكراج ديالو ب 470,000 درهم. كراج ممكن تشريه وتكريه، ممكن تشريه وتدخل فيه السيارة، وممكن كذلك دير فيه التجارة. زواقة ديال البيبس كيما كتشوف معايا، بالنسبة للمدينة هنا كنهضر على مدينة مكناس، والموقع من أحسن المواقع اللي ولا أكثر طلبا لأنه هدوء وموقع جديد وحي جديد، الا وهو حدا سوبر مارشي ديال مرجان. بعيدة تقريبا هاد العقار على سوبر مارشي ديال مرجان بواحد بالرجل تقريبا واحد 7 ديال الدقائق، بالسيارة راه يكفي فقط واحد 3 ديال الدقائق. نكتشفو دابا، اجيو معايا نكتشفو الغرف اللي قلت لكم العدد ديالهم 3، ان الغرفة الاولى هي هادي، غرف اللي كبار على حساب العين ديالي، غرف اللي متسعين، هادي هي الغرفة الاولى فيها الصباغة ديال البلاتينيوم،
فيها الإنارة ديالها بالاسبوت، ونزيدكم هي كاين لاكور ديالها هاد الغرفة عندك البلاصة حتى فين تنشر، واخا هو راه عندك الحق في استغلال الملك المشترك اللي هو السطح فين تنشر، وكاين الروبيني ديالك، وكاين زايدين هنا لاكور. هاد لاكور ممكن تزيد فيها لا ماشينا لافي، بلاصة ديال الشوفو، وكاين حتى القادوس ديال الماء. وهنا راه جينا في دار اللي فيها ار بلس 2، جوج ديال الطوابق فقط، استاذير هنا الناس عدد ديال السكان كاملين كاين ثلاثة بيكون، كاين مول السفلي والطبق الاول والطبق الثاني. بالنسبة للطبق الاول راه تم البيع ديالو، والطبق الثاني راه مازال متوفر حتى اللي بغى يشوفو. بالنسبة للطبق الثاني الثمن ديالو هو 480,000 درهم، وغادي نقوم بالبث ديالو ان شاء الله عما قريب. دي الغرفة الثانية اللي هي غرفة ديال الوليدات، غرفة بالحجم متوسط الى ما نقولش صغير، بلي سبوت ديالها ديكور فيها ديال البلاتينيوم، وممكن تستعمل حتى السيجور. مثلا الانسان ممكن يفتح هاد الحيط هذا مربع قدامك صالون وسيجور. غادي نزيدو القدام ونفاس معانا، كاينه بعدا هاد الديباره ها هي الفوق بلاصه ديال الخزين، عندك هنا حمام وطواليت دوش لافابو ديالها، عندنا الطواليت والدوش. وهاد الحيط هذا اللي كتشوفوا امامي هنا راه ممكن تفتح الباب للكراج. الكراج راه فيه 15 متر 3 على 5، وممكن يكون عندك باب هنا باب وكيدخلك ديريكتومون للكراج ديالك. هادشي الا بغيتي تستغلو ليك، اما الا بغيتي تكريه مثلا ولا دير فيه مشروع ديالك راه ممكن تخليه مسدود. هذه ميزة اللي بصح قليلة وقليلة بزاف. عندنا هنايا الغرفة ولا بيت النعاس هو هذا، فيه البلاكارات ديالو، كنعاودها بالنسبة للموقع اللي كنهضرو عليه مدينة مكناس على مقربها من السوبر مارشي ديال مرجان. حتى اللي بغا يشوف هاد العقار عن كتاب فمالي الى الاتصال، فالرقم كيبان لكم اسفل الفيديو، ولا كان عندكم حتى نتوما شي عقار بغيتو تبيعو فانا راه الخدمه ديالكم. نقدر نقول لكم هي ما تنساونيش بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك، فلو ربما تلقى واحد النهار العقار اللي كنت كتقلب عليه انت ولا احد من الافراد العائله ديالك. اذا كنقول لكم شكرا جزيلا، والى عرض مقبل عما قريب ان شاء الله.